السلام عليكم ورحمة الله. أنا سأبدأ الدرس إن شاء الله و... يعني من لم يحضر الدرس سيسجل بإمكاني أن يتابعه على الويب سايت بإذن الله تعالى. لكن أنا أرجو أريد أن أعلم يعني في حد معي يسمعني ماذا؟ يعني أرجو أن تترجم للأخت التي لا تتكلم العربية حتى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فمن المفترض أن يكون حديثنا في هذا الدرس عن سيرة أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في الحقيقة سيرة مهمة جدا يحتاج إليها أخواتنا كثيرا، لأن هؤلاء الأمهات الكريمات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن القدوة والأسوة في كل خير وفي كل عمل صالح. والإنسان بطبيعته فطره الله سبحانه وتعالى على مبدأ وحب التأسي، يعني الاقتداء. كل إنسان ينظر إلى من فوقه في الخير أو في الشر على حسب طبيعة هذا الإنسان ومن يحب أن يقتدي به، فإنه يأخذ القدوة والأسوة في الشيء الذي يحبه أو الشيء الذي يريده ويسير على منهاج من سبقه. ولأننا مسلمون موحدون نحب ربنا ونحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نبحث عن القدوة الصالحة في جانب الدين. والله عز وجل أخبرنا أن أعظم قدوة لنا على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة في كل مكان الأخلاق ومحاسن العادات والعبادات والطاعات وكل ما فيه تقرب إلى الله عز وجل. ومن بعده صحابته وأزواجه، لأن هؤلاء هم الذين تربوا في هذه المدرسة النبوية، وهم الذين رأوا الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوا مع الرسول وعاصروه وكلموه، ودارت هذه المواقف الكثيرة بينه عليه الصلاة والسلام وبين أزواجه وبين أصحابه. فإذا أراد الإنسان وخصوصا المرأة المؤمنة أن يكون لها قدوة في حياتها تقلدها لتفوز برضوان الآخرة وسعادة الدنيا كذلك، فليس لها خيار إلا أن تختار أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النساء في أيامنا، كثير من النساء حريصة كل الحرص على تقليد هذه المرأة في ثيابها وفي هيئتها وفي تصفيف شعرها وفي يعني الأزياء التي تلبسها كل جديد، وكل يوم تلبس موضة جديدة وما إلى ذلك. لكن كل هذا لا يعود على المرأة بخير وليس منه فائدة، بل بالعكس هو نقص شديد في حق المرأة المسلمة التي هي بطبيعتها تبحث عن معالي الأمور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. معالي الأمور، الأمور التي فيها رفعة للإنسان
ارتقاء الإنسان في نفسه وفي حياته وفي دينه، وسفسافها اللي هي الأمور التافهة التي لا قيمة لها. فالمؤمن لابد أن يشغل نفسه دائما بما هو عالي وبما هو رفيع راق يرتقي به، ولابد أن يترفع المؤمن عن التفاهات والدنايا وما فيه نقص بالإنسان. من أجل هذا نحن نتحدث عن سيرة أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا في هذه السيرة سنجد نماذج يعني في غاية الروعة من حياة هؤلاء الصحابيات الكريمات في كل مكان من الأخلاق ومحاسن الأفعال. سنجد الزوجة الصالحة الصبورة القانوعة بما يسر الله عز وجل، سنجد المرأة التي تصبر على الفقر وشدته، وسنجد المرأة التي تصبر على فقد الولد وألمه، وسنجد المرأة التي تقف إلى جوار زوجها وتسانده وتواسيه وتؤيده وتدافع معه عن دينه وتبشره بأنه منتصر بإذن الله عز وجل. سنجد المرأة التي تتحمل الشدائد مع زوجها وترافقه في جهاده ودعوته ولا تتخلى عنه. سنجد كذلك المرأة الغيورة جدا التي تغار غيرة شديدة، لكن هذه الغيرة مهما اشتدت فإنها لا تتجاوز حدود الشريعة. هذه الغيرة مهما اشتدت بالمرأة فإنها لا تتجاوز أبدا حدود شريعة الله عز وجل. إذا علمت أنه هذا الأمر إذا ازداد عن حده خالف الشرع فإنها تتوقف ولا تتجاوز هذا الحد. سنجد في هذه السيرة أيضا المرأة الوفية التي تذكر محاسن زوجها وتثني عليه بمزاياه وفضائله. سنجد في هذه السيرة المرأة التي تحب زوجها حبا جما، حبا حقيقيا صادقا، ليس حبا كلاميا فقط، بل حبا يزداد مع الغيبة كما يزداد مع الحضور. سنجد أيضا في هذه السيرة المرأة الكريمة التي تجود بما عندها وتبذل ما تستطيع ابتغاء مرضات ربها. سنجد في هذه السيرة المرأة العفيفة الطاهرة النقية التي تتعفف حتى أن تتكلم بكلمة أحيانا، وهي مع ذلك امرأة صبورة في غاية الصبر والجلد فيما تتعرض له من المصائب والبلايا. يعني صور كثيرة رائعة من مكارم الأخلاق والصفات الجميلة الحسنة التي نحن أحوج ما نكون إليها في زماننا، سنجدها في هذه السيرة المباركة، سيرة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم تزوج 11 امرأة، وهذا الكلام يعني حين يسمعه غير المسلمين يتخذون ذلك على سبيل يعني الاعتراض والشبهة والعيب في حق رسول الله، ويقولون طيب يعني هذا رجل كان كل حياته منشغل بالنساء. طبعا هذا كلام باطل سنجيب عنه، لكن نذكر أولا هؤلاء النسوة 11 كما ذكرها أهل العلم، وأنا أسوق هذا الكلام من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب
ابن عبد البر رحمه الله وهو عالم جليل، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عددا كثيرا من النساء، وأنه عليه الصلاة والسلام خص بذلك دون أمته، يعني كل أمته لا يجوز لهن، لا يجوز للرجل أن يجمع إلا أربع نسوة فقط. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد تزوج بأكثر من أربع، وأحل الله عز وجل له فيهن ما شاء، واجتمع له من أزواجه 11 امرأة. يبقى هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فإن من أراد أن يعدد، طبعا يعني الأخت قد تقول لا، تقول لا سمح الله، يعني إذا قدر هذا وحدث فإنه ليس له أن يتزوج أكثر من 4. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد تزوج هذا العدد الكثير، وهو خاص به عليه الصلاة والسلام لفوائد ولأسباب سنذكرها إن شاء الله تعالى لنرد على هذه الشبهة. أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هي؟ هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد هي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع قط معها امرأة غيرها، يعني هي أول زوجاته لم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنها. الثانية من زوجاته هي سودة بنت زمعة ابن قيس بني عامر ابن لؤي، تزوجها كما قال الزهري قبل عائشة رضي الله عنها، تزوجها بمكة وبنى بها أيضا بمكة في السنة العاشرة من النبوة. طبعا نفرق بين السنة العاشرة من النبوة وبين السنة الفلانية من الهجرة. السنة العاشرة من النبوة هذا أمر يعني تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم عمره 50 سنة تقريبا، لكن الهجرة هذا شأن آخر، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قضى 13 سنة في مكة، وبعدين هاجر عليه الصلاة والسلام فقضى 10 سنين في هجرته. الدعوة كلها، هذه الدعوة العظيمة كلها عبارة عن كم سنة؟ 23 سنة، غيرت تاريخ العالم كله. يبقى 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، فهو عليه الصلاة والسلام تزوج بسودة بنت زمعة في السنة العاشرة من النبوة. وعائشة بنت أبي بكر هذه الثالثة، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، ومعنى تزوجها هنا يعني عقد عليها، عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، ولم يبني بها إلا في المدينة، قيل أنه بنى بها في نفس السنة التي هاجر فيها، وقيل في السنة الثانية من الهجرة في شوال، وهي بنت 9 سنين. وطبعا أيضا هذه يعني يأخذها الناس الذين يعادون الإسلام شبهة، يقولون يعني كيف يقولون، كيف تقولون إنه إنسان يتزوج امرأة في طفولتها؟ نقول إنه لم يتزوجها في طفولتها، هو لم يبني بها صلى الله عليه وسلم في طفولتها. طبعا هناك فارق ما بين ما نذكره من شأن الشريعة وما بين القوانين المعمول بها في البلاد، هذا شأن وهذا شأن آخر. أنا الآن لا أتكلم في قانون البلد، ليس لي شأن به، وإنما أتكلم في الجانب الشرعي في الإسلام. الإسلام
يقول والسيرة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها أو بنى بها وهي بنت 9 سنين. هناك فوارق كبيرة لابد أن نلاحظها ما بين البيئات. هناك بيئة حارة وبيئة باردة وكذا. هذا الاختلاف يؤدي أيضا إلى اختلاف نشأة المرأة، فمن النساء من تبلغ بلوغا مبكرا، ومنهن من تتأخر في مرحلة البلوغ، منهن من ينضج عقلها سريعا وهي صغيرة، ومنهن من لا تزال طفلة، يعني حتى بعد أن يكبر سنها لا تزال فيها روح الطفولة وعصبية الأطفال وبعض أخلاق الأطفال وكذا. فسبحان الله البيئات تختلف، وبالتالي لا غرابة في إنه تتزوج المرأة في الإسلام في سن مبكرة إذا بلغت هذه السن التي يصح معها أن تتزوج. هذا في شريعتنا، شريعة الإسلام. فبنقول إنه، وطبعا هذا الكلام قد يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا في وقته إذا تيسر إن شاء الله تعالى الحديث عن عائشة رضي الله عنها. يبقى هو عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وتزوج بها وهي بنت 9 سنين. هذه الثالثة. يبقى عندنا خديجة وسودة بنت زمعة وعائشة رضي الله عنها. الرابعة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بها سنة 3 من الهجرة في شعبان. هذه المرأة الرابعة حفصة. الخامسة زينب بنت خزيمة من بني عامر ابن صعصعة، يقال لها أم المساكين. زينب بنت خزيمة تكنى بأم المساكين. وليه ما قلتش تكنى وما قلتش تلقب؟ لأنه فارق ما بين اللقب وما بين الكنية. الكنية إن إحنا نقول أبو فلان أو أم فلان، هذه كنية. لكن اللقب أن يقال مثلا الصديق، الفاروق، ذات النطاقين، ذو النورين، ده بيبقى اسمه إيه؟ اسمه لقب. فهي كنيت بأم المساكين. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 3، وكانت عنده 2 أو 3 شهور فقط، اللي هي مين؟ زينب بنت خزيمة رضي الله عنها. بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام 2 أو 3 شهور فقط ثم توفيت، ولم يتوفى في حياته من أزواجه إلا 2، خديجة وهذه زينب بنت خزيمة رضي الله عنهما. يبقى هذه الرابعة عندنا الآن، خديجة وسودة بنت زمعة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزيمة، هؤلاء 5. السادسة أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، واسمها هند. أم سلمة واسمها هند، هند بنت أبي أمية. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 4 في شوال. في شوال. السابعة هي زينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة. زينب بنت جحش تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5 من الهجرة كما قال قتادة، وإن كان هذا فيه خلاف بين أهل العلم قد نذكره في وقته إن شاء الله. الثامنة هي أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب. أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، اسمها رملة. رملة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 6 للهجرة، وبنى بها في 7 من الهجرة.
بنى بها في السنة السابعة من الهجرة. عندنا بعد ذلك جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث وهي من بني المصطلق، وقعت أسيرة سبي في سهم ثابت بن قيس الصحابي الجليل، يعني كانت من السبي الذي أخذه ثابت بن قيس، كانت من نصيبه. و يعني أرادت أن تكاتب، يعني تقول له مثلا سأعطيك مبلغا معينا على أن تعتقني، يقول لها خلاص يعني أدي ما عليك من المال الذي يتفقان عليه ثم يعتقها. فلما كاتبت ثابت بن قيس حتى تعتق، أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابها وتزوجها، هو الذي أدى عنها دينها. شوف سبحان الله، يعني كان ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام لو القضية قضية كده إنه أي حد يعني كما يعني يتهمون الإسلام دائما بأنه يعني يتعاملون مع النساء معاملة قبيحة، وإن هذا الرسول محب للنساء فهو أخذها من ثابت بن قيس، لا هو لم يأخذها منه، وإنما أعطاه الحق الذي به يخلى سبيل هذه المرأة، وكان يمكن أن يقول له دعها، أنا رسول الله وأنا أريدها وسأتزوجها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وإنما أدى كتابتها وأدى حقها ثم تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني هلال بن عامر، نكحها النبي عليه الصلاة والسلام سنة 7 في عمرة القضاء. بعد ذلك صفية بنت حيي، صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، وقعت في سهم رجل من الصحابة يقال له دحية الكلبي، فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها بعد ذلك في السنة السابعة، السنة السابعة من الهجرة. يبقى دول 11 امرأة تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا خديجة وسودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. هؤلاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك يعني بعض النسوة اختلف فيهن، هل تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يتزوجهن؟ طيب يعني من هؤلاء مثلا من يعني عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتزوجها، لم يبني بها، ومنهن من بنى بها ثم فارقها، يعني لأسباب ذكر أهل العلم ليس هذا هو مجال الحديث فيهم الآن، لكن قضية الأساس عندنا أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بهذه النسوة 11، تزوج 11 امرأة عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا كما قلنا له حكمة عظيمة جدا، ليس هو مسألة الشهوة ومش الشهوة وما إلى ذلك من الكلام الذي يلقونه ليشوهوا به صورة الإسلام وصورة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم.
يقولون أنه عليه السلام كان شهوانيا يحب النساء ويكثر منهن وينشغل بهن، وهذا الأمر لا بد أن يجاب عليه لأن بعض الناس يقع في هذه الشبهة، وخصوصا إذا كان ممن يكره التعدد فإنه يأخذ مثل هذه المواقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول طب لماذا؟ لماذا عدد رسول الله؟ لما لم يكتفي بواحدة؟ هو الذي يعلمنا الوفاء ويعلمنا يعني الصبر ويعلم الإنسان أنه يعني يكون رحيما بأهله ودودا لهن كريما عليه على امرأته. وطبعا أشد شيء على المرأة أن ترى امرأة أخرى في حياة زوجها وما إلى ذلك. طيب لماذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأزواج كلها؟ الجواب على هذا يعني يلخص في مجموعة من الأمور. الأول أن زواجه عليه الصلاة والسلام لم يكن بهدف التمتع وإشباع الشهوات، يعني لم تكن هذه الغاية المقصودة أنه يتزوج هذه لأنه يعني اشتهاها أو نظر إليها فأحبها أو إلى ذلك، لا، ما كانش القضية بهذه الطريقة. بل وحتى لو كان يعني حتى لو حصل هذا أمر فطري سائغ لا يعاب الإنسان به، وكان سائدا بين العرب آنذاك، كان سائد أن الرجل يجمع بين مجموعة من النساء. ومع ذلك فإن الغاية التي من أجلها تزوج النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء النسوة غاية أعلى من ذلك وأسمى منه. سنذكر بعض هذه الأهداف. أولا تحقيق الترابط الأسري الذي فيه اتساع رقعة النسب معه صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كل ما ازدادت رقعة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ازدادت ذريته وازداد أهل بيته وازداد الأجيال الذين يسلمون على يعني على ملته عليه الصلاة والسلام، فهذه غاية كريمة، إحداث الترابط الأسري بين البلاد عن طريق النسب الواقع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا من هذه المصالح تأليف القلوب، تأليف القلوب على الإسلام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ماريا. تأليفا للمقوقس، يعني هو لما تزوج بماريا إنما تزوجها لعله بذلك يؤلف قلب عظيم مصر فيدخل كذلك في الإسلام حين يرى أن القضية تجوز فيها المصاهرة والنعيش ونتكلم ونأكل ونفعل يعني كل شيء فيما لا يخالف شريعة الله تبارك وتعالى. فتزوج ماريا ليؤلف قلب المقوقس عظيم مصر، وكذلك تزوج من بنت أبي سفيان تأليفا لقلب أبي سفيان رضي الله عنه. من هذه الفوائد أيضا كفالة اليتامى والإحسان إلى الأرامل، فبعض النساء لم يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام إلا من باب الإحسان إليها وإلى يعني أولادها، كما فعل مع أم سلمة رضي الله عنها. فهو عليه الصلاة والسلام إنما تزوج أم سلمة، الغاية الأولى من زواجه من أم سلمة الإحسان إليها والإحسان إلى أولادها. من هذه الفوائد أيضا تعليم النساء أمور دينهم وما فيه مصلحة عامة لهم. ومن هذه الفوائد أيضا الرغبة في نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كافة داخل بيته وخارج بيته، وهذا لا تستطيعه امرأة واحدة، لأن فيش امرأة واحدة تلازم زوجها في كل وقت وعلى كل حال، وإنما إذا كثرت النساء وخصوصا أقصد نساء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، حين يكثر عدد نسائه ويزداد عن أربع هذا معناه أنه هذه ستنقل لنا شيئا من خبره عليه الصلاة والسلام،
والأخرى ستنقل لنا خبرا آخر، والثالثة تنقل خبرا ثالثا، وكل واحدة منهن لم ترى الذي رأته صاحبتها، فيكون ذلك أفضل وأنفع لهن ولمن بعدهن من الناس نقل أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده أولاً، أنه لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام نساءه إلا لغايات نبيلة كريمة، منهن من يريد أن يتألف قلب أبيها ليدخل الإسلام، ومنهن من يتزوجها ليرحمها ويرحم بناتها أو يرحم أولادها، ومنهن من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بكراً، ومنهن من تزوجها ثيباً وهكذا. بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا واحدة إلا عائشة رضي الله عنها. تصوروا الكلام الذي يقال عن أنه صاحب النساء وأنه محب النساء وفي الشهوة وكذا وكذا. طيب لو كان كذلك كان ينتقي أحسن الأبكار ويتزوجهن، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج إلا بامرأة بكر واحدة فقط، هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثانيا، من أسباب تعدد الزواج للنبي عليه الصلاة والسلام وتعدد الزوجات أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا، وقلنا أنه عقد عليها وهي بنت 6 سنين وتزوجها وهي بنت كم؟ 9 سنين. ثالثاً، أنه عليه الصلاة والسلام لم يعدد إلا بعد موت خديجة رضي الله عنها، وكان قد بلغ 53 سنة. ومن أراد التمتع والشهوة فإنه يتزوج قبل هذه السن في الغالب، لكن ما الذي يجعله وقد بلغ هذه السن الكبيرة يتزوج؟ لو كان غرضه عليه الصلاة والسلام التمتع لبدأ الزواج بالبكر وليس بامرأة أكبر منه 15 سنة، هي خديجة، ولم يتزوج عليها أحدا حتى ماتت رضي الله عنها، وكان زواجه بعدها بثيب هي زينب، هي سودة، وعمره 53 سنة، وعمرها 63 سنة. أيضا من فوائد يعني تعدد الزوجات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن المهام العظيمة والأعمال الجليلة التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة كانت تشغل وقته وجهده. يعني هو لم ينشغل بالنساء ولا بالملذات ولا، بل كان قائما أتم القيام بمهامه التي هو مكلف بها، فهو عليه الصلاة والسلام الداعي إلى الله والمجاهد في سبيل الله والمعلم الذي يعلم الناس دين الله والحاكم الذي يحكم بينهم والقاضي الذي يقضي في أمورهم والعابد الذي يتعبد لربه ليلا ونهارا، وهو يكثر عليه الصلاة والسلام من الصيام ولم يقصر في جانب على حساب الآخر. نرد أيضا هذه الشبهة التي يقولون إنه عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بالنساء بذكر أحواله عليه الصلاة والسلام إذا جاءته الصلاة أو حضرته الصلاة، كيف يكون حاله وكيف يكون امتثاله لأمر الله تبارك وتعالى. خامسا، أن تعدد الزوجات ليس مما يعاب به الأنبياء، فلماذا يعاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللي يقرأ العهد القديم والعهد الجديد والأناجيل يجد أنه بعض الأنبياء للأسف الشديد مش بس بقى عددوا زوجات ولا تزوجوا أكثر من مرة وده حلال مش حرام، لكنهم يصفون الأنبياء أوصافا قبيحة جدا، لأنهم والعياذ بالله مارسوا الزنا، بعض الأنبياء يتهمونهم بذلك، أنه نظر لامرأة فأعجبته فدخل إليها وفعل كذا هذا نبي، يقال هذا عن نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فأي قداسة هذه وأي تعظيم للأنبياء؟
يبقى التعدد في الأزواج ليس مما يعارض به الأنبياء، وقد عدد الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام تزوج سارة ثم من؟ ثم هاجر. ويعقوب عليه السلام تزوج بأربع نسوة، وداود عليه السلام تزوج قيل بمئة امرأة، تزوج بمئة امرأة. فما الغرابة في ذلك؟ لماذا يعاب النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يستحق أن يعاب وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ويترك الآخرين يباعون؟ هذا يعني أمر يعني لا يعني يرضاه إنسان أبدا. سادسا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لو تزوج واحدة فقط ولم يعدد الزوجات لم يكن أسوة لكل الأزواج، لأن أزواج كما قلنا مختلفات، منهن البكر ومنهن الثيب ومنهن التي هي من بيت غني ومنهن ابنة عدو له ومنهن ابنة حبيب له، وهذه بنت رجل فقير وهذه كذا وهذه كذا، والبلاد نفسها هذه من بلد والأخرى من بلد يعني تخالفها وهكذا. فسبحان الله، لو لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لما استطعنا أن نتعلم كيف يتعامل الإنسان مع زوجته على أي حال كانت، على أي حال كانت. فهذا أمر مهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتزوج ليكون أسوة لكل زوج من المسلمين في كيفية معاملة زوجته، كانت حرة أو أمة أو غنية فقيرة بنت عدو أو بنت حبيب. أيضا من هذه الفوائد، فوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام عدل الزوجات، أن فساد مثل هذه الشبه قد تنبه له بعض العقلاء من الأعداء أنفسهم. الفيلسوف الإنجليزي توماس تيرل هو الذي قال: وما كان محمد أخا الشهوات، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤاخيا ولا مصاحبا للشهوات ولا متفرغا لها، برغم ما اتهم به ظلما وعدوانا. هذا كلام هذا الفيلسوف. ونخطئ إذا حسبناه رجلا شهوانيا لا هم له إلا قضاء مآربه من الملذات. هذه شهادة ينطق بها رجل غير مسلم ليقول لهؤلاء الناس الذين يسبون الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، نقول لهم: كفوا ألسنتكم. فهذه شهادة من أعدائه عليه الصلاة والسلام ينصفونه ويقولون أنه لم يكن صاحب نساء ولا كذا ولا كذا، وإنما يريد يعني ما يرضي الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أنه في زواجه صلى الله عليه وسلم بالنساء من تأليف القلوب وترقيق قلوب الآباء للإسلام وكذا وكذا من الفضائل العظيمة التي ذكرناها. المفترض أنه يبدأ الحديث الآن عن الصحابية الكريمة أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. لا أدري هل يعني نبدأ في قصتها الآن وهي قصة طويلة، أم يعني نقف عند هذا المقدار مما ذكرنا. إن كان هناك شيء من أسئلة أو ما إلى ذلك ممكن نأخذها في وقت يعني يسير.